تواصل المصالح المختصة للتجارة متابعة عمليات التموين بالمواد الغذائية الهامة، ليأتي الدور هذه المرة على توفير مادتي السميد والفرينة، حيث تم مضاعفة الإنتاج بعدة مطاحن لتغطية الطلب داخل وخارج الولاية. وقمنا بزيادة في الإنتاج اللي ما يكونش تذبذب للسوق المحلية والولايات المجاورة، وزادونا كمية يومية تقدر بسبع أيام من الأسبوع التي كانت خمس أيام من الأسبوع، كانت 1200 قنطار وضاعفنا إلى 1500، زدنا حصة 300 قنطار يومياً، هذه تسوق على مستوى الولايات المجاورة وولايتين. فتوفير كميات معتبرة من القمح الصلب واللين أصبحت من الأولويات لزيادة الإنتاج والتسويق خلال شهر رمضان. يومياً ندو منا سميد وفارينة ولا ندوه للمواطنين برا نوفروه. زادونا إضافة وحصة السميد في العشرة كيلو، كانوا يصنعونا تاع الخمسة وعشرين، دوك راه متوفر في العشرة كيلو. نستقبل حوالي كمية يومية تاع 4000 قنطار يومي بين القمح اللين والقمح الصلب، يتم الإنتاج تاعها خلال الأسبوع والتسويق تاعها في نفس الأسبوع. يبقى العمل على إشراك الجميع من مسيرين ومتعاملين اقتصاديين في الإنتاج الغذائي، وكذا تسخير كل التجار والشركاء من أجل تغطية حاجيات السوق المحلية بتيارت وحتى بالولايات المجاورة.